حكاية النجاح المرة عنوانها الدكتورة فاديا كيوين، عضو المكتب التنفيذي بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اللي فازت بمنصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لل 2018 حتى 2022 بالانتخابات اللي تمت بالمنظمة بالقاهرة، بعد ترشيح الدكتورة كيوين بطلب من الهيئة ورئيستها كلودين عون روكوز. ودكتورة كيوين حائزة على دكتوراه دولي بالعلوم السياسية من جامعة باري 1 السوربون، وكفاءة تعليمية بالفلسفة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية، أستاذة بالعلوم السياسية ومؤسسة ومديرة سابقة لمعهد العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف، وممثلة شخصية لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالمجلس الدائم للفرنكوفونية، كما وهي باحثة واستشارية لدى عدة منظمات عربية ودولية. وأيضا كيوين هي ممثلة لبنان بالمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية سابقا، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.